السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وتلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال يا ربي. وكيف ديما كنرحب بكم معايا في قناه علم ماما حليمه. كيف ما عودتكم ديما كنجيب لكم وصفات اللي ساهلين، واهم حاجه كيجيو زوينين. جبت لكم الوصفه ديال صابلي اللي ناجحه 100%، واهم النصائح باش تحصلوا على صابلي هشيشه واللي ما كيتغيرش الشكل ديالها منين كيطيب، كتبقى الرشمه باينه مزيان. واهم من هادشي كله هو انكم بعجينه واحده غادي ديروا بها 4 ديال الشكالات. ما نطولش عليكم وندوز معكم نيشان المقادير والطريقه ديال التحضير. على بركه الله غادي تحتاجوا 250 غرام ديال الزبده. انا درت الزبده ديال العبر اللي خاصها تكون بحراره المطبخ باش تسهل عليكم في الخدمه. غادي تزيدوا عليها كاس ديال السكر كلاصي، وغادي تخدموا الزبده والسكر حتى كتولي على شكل كريم. غادي تزيدوا عليها من بعد جوج بيضات وربع كاس ديال زيت المائدة، وغادي تزيدوا ساشي ديال سكر فاني، وغادي تخلطوا المكونات كاملة مع بعضياتها. ندوزو الطحين، كيبقى على حسب النوعيه ديال الطحين وعلى حسب الخليط. اهم حاجه هي ان العجينه ديال صابلي ما كتكونش قاصحه، كتكون رطبه بزاف. غادي تزيدوا على الطحين نص كاس ديال النشا، ومن بعد ساشي ديال الخميره ديال الحلويات اللي غادي تغربلوها هو الاول. اهم حاجه هي انكم خاصكم تبقاو تزيدوا الطحين تدريجيا باش ما تحصلوش على عجينه اللي تكون قاصحه. ومن بعد غادي تبقاو كتجمعوا المكونات كامله، ما تدلكوش العجينه، هذه اهم حاجه، غير جمعوها عادي. في الاخير خاصكم تحصلوا على عجينه اللي تكون بهذا الشكل هذا. من بعد غادي تغطيو العجينه ديالكم بالسلوفان وغادي تخليوها في الثلاجه اطول مده ممكنه، هذه اهم حاجه، خصها تبقى مده طويله في الثلاجه. من بعد ما خرجت العجينه ديالي من الثلاجه، شكلت بها 4 ديال الكويرات. من بعد انا استعنت بهذا الكيس بلاستيكي هذا، درت واحد من التحت ودرت واحد من الفوق باش ان كتفادوا ان العجينه كتلصق لكم فوق لو بلون دو طرافاي ولا كتلصق لكم في المدلك، وكتسهل عليكم باش انكم كتطلقوها. وصافي، دابا غادي تبداو كترشموها بالطبق اللي بغيتو. انا اختاريت هاد لو كورني هذا، صراحه فاش زينتها كتجي زوينه. وصافي، هنا من بعد ما ساليت العجينه ديالي كامله، هنايا غادي ندخلها للفران على درجه الحراره اللي تكون متوسطه، ما تكونش مجهده، وعطيوها خاطرها في الطياب، ما تزربوش عليها، خليوها طيب على خاطرها. ندوزو دابا للزين اللي كيبقى اختياري. انا غادي نعطيكم غير امثله اللي بسيطه. بالنسبه لي كورني درتهم شويه في شوكولا بلون، ودرتو في فيرميسيل شوكولا. وبالنسبه للشكل الثاني، درت كونفيتور ديال المشماش، والجهه الفوق حتى هي درت فيها شويه ديال الكونفيتور وفنتها في اللوز مهرمش.
اما بالنسبه للشكل الثالث دهنتهم بالنسلي كراميل وحطيت فوق منهم هاد الكريكيعات اللي درتهم بشوكولا بلون. واخر شكل درتو على شكل قليبات، ذوبت شوكولا نوار ودهنتهم كاملين بشوكولا ودرت غير نص ديال القليب في الكوك اللي حمرته واحد شويه في مقله. كانوا هادو هما الامثله البسيطه للتزيين ديال صابلي، وكيف ما كتشوفوا صراحه راه كيجيو هشاشين بزاف، واهم حاجه بنينه، وكي شفتوا معايا ما كيتغيرش الشكل ديالهم من بعد ما طابت. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم وكومونتير وتابوناو لاشين، ومع لي انا دابا غنقول لكم كيف ديما بصحه وراحه، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. بسلامه.